أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. أستاذ علي، في لفتة غير معتادة المتحف المصري النهاردة كان مفتوح مجانا أمام المصريين، تعليق حضرتك. والله حاجة كويسة. ده مش هنقول إيه؟ اه والله اهو، انا حاجة كويسة. بحييك، يعني الحاجة كويسة بنقول عليها كويسة اهو. يعني أنت يا أستاذ أحمد، معلش يا أستاذ أحمد، اتفضل. مش شايف حاجة كويسة في البلد؟ مش شايف حاجة كويسة في البلد؟ أنا عايز أعرف يعني. معلش ولا كمان اتكلم غلط؟ اتكلم، انا عايزك تتكلم. انا بقول لك انت مش شايف حاجه كويسه خالص. في ايه يعني؟ طلع هاجم يعني على بالك يعني انت والاعلام تاني؟ في ايه بالظبط؟ الراجل يعمل ايه اكتر من كده؟ او انت شايف؟ معلش يعني ضوابط على طول ورا بعض، كورونا والحرب بتاعت روسيا اوكرانيا، هيعمل ايه اكتر من كده؟ ولا كلامي غلط ولا ايه؟ انا والله مش سامعك يا استاذ ايه علي يعني؟ خالص، صوتك بعيد جدا، يا ريت بس تقرب صوتك وتعلي صوتك كده وتسمعني صوتك. ايوه انا بقول لك، يعني بقول لك انت ما شفتش حاجه يعني كويسه ابدا في البلد اتعملت؟ احنا يعني ما شفناش حاجه راجل كويسه يعني في البلد؟ اكتر من كده. ازاي بقى، راجل ازاي يعني واحنا طالعين النهارده نشيد بحاجه كويسه في البلد اهوت وبتحصل وحاجه جميله جدا اهي. طيب ما اتكلمتش ليه مثلا على الصحة؟ ما اتكلمتش مثلا على التعليم؟ ما اتكلمتش على اتكلمت عن حياة التعليم المواطن؟ امبارح واتكلمت عن الصحة الأسبوع اللي فات والنهاردة بتكلم عن طيب السياحة اهو. طيب ما انت كل شوية يعني مثلا تلقح كلام عليه ومش عارف ايه، ده التعليم؟ ما فيش لا تعليم. يا عم انت اللي الصحة عمال ما فيش تلقح، احنا صحة. ما بنلقحش، احنا بنقول الحقيقة. احنا بص، اللي بنشوفه صح بنقول صح، واللي بنشوفه غلط بنقول غلط، ما بنلقحش على حد. احنا انت طالعين عشان شايف يعني، انت شايف بالله عليك شاشة ومذيع ومصورين وقناة فاضيين احنا عشان نقعد نلحق؟ احنا طبعا عندنا قضية كبيرة اسمها بلدنا، فبنقعد نتكلم في القضايا المهمة والملفات المهمة ونرصد الحقيقة ونسمع آرائكم. بشكرك يا حاج علي، شكرا جزيلا. معانا الأستاذ إسلام من مصر، برحب بيك يا أستاذ إسلام. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، ازي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك. شايف إزاي فتح المتحف المصري النهاردة للمواطنين مجانا، خاصة بعد مرور 200 سنة أو أكتر على فك رموز حجر رشيد؟ والله انا يعني استاذن حضرتك بس ارد على الاستاذ علي اللي لسه كان قبل مني، وبعد كده اقول لحضرتك انا وجهة نظري ايه في موضوع فتح المتحف اتفضل بعد يا اذنك. فندم. يعني الاستاذ علي حضرته هو بس يقول لنا ايه الحلو اللي المفروض نتكلم عليه. يعني بيتكلم في الصحه، الصحه الحمد لله متدهوره. بنتكلم في التعليم، الحمد لله التعليم متدهور. بنتكلم في العدل، الحمد لله العدل متدهور. هو يقول لنا ايه اللي عمله صح احنا نتكلم عليه. انت النهارده دخلت، لو حضرتك عرفت الفيديو المشهور في منيا القمح النهارده، السيده اللي اتحبست 3 ايام وطلعت عيطت في الفيديو بحيث ان حد يستغيث بيها ولازم ايوه تدفع 40,000 جنيه، ادي مستشفى من ضمن المستشفيات في الشرقيه. يقول لي ايه في ايه كويس في الصحه؟ ايه كويس في التعليم؟ ايه كويس في العدل عموما في البلد؟ ما انا والله يا استاذ هو يقول اسلام ما حاجه اعرفش معينه هو واحنا استاذ علي نتكلم عليها كان ونشيل. بيتريق ولا بيتكلم بجد، فانا سبت اقول رايه واحترمته وخلاص. هو باين انه بيتكلم بجد. هو تمام. حضرته شايف الدنيا ورد وشايف مصر فيينا، خدت بال سعادتك؟ فهو يقول لنا ايه كويس. حضرتك شفت لفته بسيطه بتاعت المتحف النهارده اللي بتتكلم عليها، وطلعت تشيد بيها وشكرتهم ورفعت القبعه والدنيا تمام. حضرتك عملت اللي عليك، مع العلم ان حضرتك اعلنتها ان انت خصم لهم. اما بالنسبه لرايي انا، معلش يعني المتحف لفته جميله وكل حاجه، بس انت النهارده خدمت كام مليون؟ يعني هو يبقى وفى وكفى لما يخدم بقى 50 60 مليون بقرار، ايوه 100 مليون بقرار. انت خدمت النهارده كام الف؟ انا معلش واحد من الناس، انا طب لو معايا فلوس قول لي برضه على مش حاجه، هروح هقول لك على حاجه، اظنه. خلينا نطور الموضوع بشكل واقعي وايجابي. انت نفسك ايه يتعمل يخدم ال 50 60 مليون؟ قول لنا فكره يمكن حد يسمعها وتكون الفكره دي ترضيك وترضي قطاع زي ما انت قلت كده 50 60 مليون. قول لنا فكره زي ما الناس قالت. طيب انت صرفت كام مليار على العاصمه الاداريه؟ لو نص الفلوس دي كلها انت عملت بيها مصانع ووظفت ناس، يعني واحد زي حالتي 35 سنه ما خدتش اي حاجه من الدوله، لا خدت تعليم كويس ولا خدت وظيفه، ولو دخلت مستشفى مش هتعالج على حساب الدوله، ولو دخلت قسم شرطه مش هاخد حقي، لو دخلت اي مؤسسه حكوميه بتتعامل بمنتهى قله الادب. فانا اخدت ايه من البلد؟ انت تعالى ابني مصانع النهارده وقول للناس دي تعالى هوظفك حكومه، اصبح ليك معاش، عيالك من بعد منك هتتعين هتصرف كويس ويبقى لهم معاش، انت بنفسك هتعيش حياه ادميه، اصبحت انت بدات تترفه. هبدا ابص على
ايوه على المناطق السياحيه دي واروح، انما لا انا لو معايا مش رايح، انا متحف هستفاد ايه؟ هصرف ايه واروح فين وهتعامل ازاي واقف في الشمس؟ خدمت انت النهارده كام الف؟ انا عايزك تخدم كام مليون؟ الناس تقوم بالفعل تحبك، تقوم يسيبوا كل حاجه ويقولوا انت خلاص كده نسبح بحمدك النهارده. انما انت تمام. النهارده ما خدمتش الا يبقى كام انت الف يا سيدي فكرتك يا مشكورا استاذ على اسلام، قرار زي كده. فكرتك وصلت واضحه ان انت بتقول احنا محتاجين يا جماعه حاجات تخدم ملايين المصريين او قطاع كبير جدا من المصريين. حلو جدا، نبني مصانع، يتم تعيين عماله في هذه المصانع، يتم التامين على هذه العماله، يبداوا يعرفوا يصرفوا على بيوتهم ويعيشوا حياتهم باستقرار، ومن مرتباتهم يقدروا بعد كده يروحوا مزارات بلدهم وكمان يدفعوا فلوس لان هم بياخدوا مرتب كويس. فكره كويسه، بشكرك عليها يا استاذ اسلام.